بيانات شباب الاثني والسلام عليكم. فجأ أحمد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اللجنة التأديبية للكاف بعد رفضه المصادقة على القرار الذي اتخذته صباح يومه الثلاثاء والقاضي بتوقيف نائبه الثالث ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بعد اتهامه بالاعتداء على الحكم الإثيوبي بامالاك تيسيما. وحسب ما كشفه مصدر مسؤول لقناتنا فإن أحمد عبر عن انزعاجه من إصدار اللجنة لقرارها رغم عدم قيامها بالاستماع لفوز لقجع الذي تعذر عليه السفر يومه الثلاثاء إلى العاصمة المصرية نتيجة تعرضه لوعكة صحية، حيث طلب رئيس الكاف من اللجنة التأديبية عقد جلسة جديدة للنظر في هذا الملف بعد انتهاء منافسات الكأس الإفريقية على أن تكون في حضور فوزي لقجع والحكم المشتكي. وفي غياب فوزي لقجع اجتمعت اللجنة التأديبية للكاف صباح اليوم من العاصمة المصرية القاهرة من أجل البدء في الشكاية التي قدمها ضده الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم والتي اتهمته بالاعتداء على الحكم تيسيما أثناء قيادة هذا الأخير لمباراة نهضة بركان ضد الزمالك في رسم نهائي كأس الكاف قبل أن يتم إصدار قرار التوقيف والذي يعني تجميد جميع مهام لقجع داخل الكاف طيلة مدة العقوبة. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.